محمد عزت محمد السيد من قرية نوبة والدهشنة محافظة الشرقية مركز بلبيس 48 سنة بشتغل في الشغلانة ديت من سن 6 سنين. تعلمت الشغلانة ديت عن والدي. والدي كان شغال في المهنة ديت وجدي برضو كان شغال فيها وتعلمت الحرفة ديت من والدي وحبيتها صراحة. حبيت المهنة دي والله لأنها هي مهنة يعني مشت في دمي بصراحة. هي مهنة مشت في دمي والله. حضرتك انا بعمل من بداية القفص الفاكهة كان قفص المانجا وقفص البرتقال والكلام دوت القفص العادية وقفص العيش اللي هي بتاعت الطوابين والكراسي والترابيزات وقفص الفراخ. انا بستخدم حضرتك انا على فكرة انا حرفي مواد زراعية الجديد دوت دي بدأت عملي اساسا مفيش كلام. ودخلت بشغل الجريد دوت بعمل منه اشغال كويسه وبطلع منه اشغال كويسه وبشتغل برضو في شغل البامب برضو بطلع منه اشغال كويسه. شغل برجولات كله بتاعت الصلاحات بعمل فيها دورانات وبعمل فيها اشكال كويسه جميع الاشكال يعني عامه مستطيله مربعه دائريه. والله يا الاسعار حضرتك تختلف من شغل لشغل تختلف من اداء لاداء. في حاجه محمله في حاجه وسط في حاجه خفيفه. والله اللي محمل دوت بيبقى بدل مثلا انا دلوقتي بدل ما باخد الجريده الضعيفه ديت بشتغلها ببدا بالجريده مثلا دي اللي محمله دي بطلع منها حته شغل واخد بال حضرتك وممكن اطلعها من دي. ده الفرق ما بينهم. سهل المحمله بالنسبه لاي شغلانه يعني هي بتفرق لها من بالنسبه للكرسي او الترابيزه بتفرق مثلا 50 جنيه من شغله التانية. مثلا لو واحد مثلا عايز استراحه كامله يعني يعتبر هي ديت اللي سعرها مرفوع شويه لان فيها شغل ياما شغل برجوله وكلام من دوت شغل بالمتر فيها المتر بيتراوح من 80 جنيه ل 120 جنيه المتر المربع فيها. علاوه على كده بعمل فيها شغل دورانات واشكال برضو. والله حضرتك انا ببدا الكرسي بعمل حاجه اسمها رجول اولا ثانيا حاجه اسمها تكيات اللي هي بنحط عليها الايد ده القياس بتاعها مقصات ثلاث انواع مثلا من المقصات فرشه بنجاد عليها ظهريه ظهر خلفي حليه دوران صدر امامي دوت عرضات الصدر ودي الرجول بتاعته ظهر خلفي قياسين له اهو برده حلي فوق بعملها برده من نفس القياس دوت بكرر عليه عمل حلي بعد كده بقفل العمل بتاعي بطلعه بالشكل مثلا اللي هناك الكرسي اللي هناك كده. والله حضرتك هو عامه هي المهنه ديت كلها مجهود. اقول لحضرتك على حاجه هو دوت بيختلف عن كرسي البلاستيك في قعدته القعده بتاعه دوت صحيه قعده صحيه وحاجه مصنوعه من الطبيعه حاجه من الطبيعه يعني ربنا مبارك في النخله وفي كل جزء منها كل شيء منها ربنا مبارك فيه. القعده عليه تعتبر قعده طبيه ده الفرق ما بينه وما بين شغل البلاستيك. وبعدين ديت فيها مجهود يعني البلاستيك يعني البلاستيك ده شغل الصنبوط لكن انا دوت شغل بجهز قطعه بعد الثانيه بتاخد مجهود غير شغل البلاستيك ده كشغل الشغل يعتبر مكان اللي بيطلعه. بالنسبه للقفص حضرتك القفص بتاع الطابونه العادي اللي هو قفص اللي معروف 75 سنتي 80 سنتي بيكون طوله عرضه حوالي 40 سنتي لكن في ممكن واحد يكون عايزه مثلا 100 متر متر و20. والله ببدا بمقاسات المقاس بتاعي مثلا بيكون زي مثلا المقاس زي كده ادوت مثلا كده حوالي 85 سنتي بقطع مثلا على 85 سنتي بقطع العرضات بتاعته بقطع العرضات بتاعته على الجور مقصود مني وببتدي اعمل الاجزاء بتاعت العمل بتاعته وابتدي اقفله. انا ببدا شغل البرجوله دوت يعني مثلا مطلوب مني متر مطلوب مني مثلا 75 سنتي مطلوب 2 متر مطلوب 10 متر مثلا فبقطعها اجزاء يعني ادنى حد في تقطيع لها بيكون على بعد متر
وببتدي اكمل الشغل ببعضه. يا رب يكون مثلا في 10 متر 20 متر 30 متر، بس ببدا بكل متر لحاله، وبجزأ بلم الشغل في ريح بعضه، بيظهر لي شغل البرجوله على الوضع اللي انا عايزه. ممكن اشغل معه كل متر دوران، يعني ممكن كل متر اشغل معاه دوران، ممكن نص متر اشغل معاه دوران. السلاح اللي بشتغل بيه انا في حاجه اسمها سلاح وسكينه. السكينه دي بقطع بيها بدايه الجريده، ربنا حضرتك بقطع الجريد بيها، بس انا ما بشتغلش بالسكينه، انا بشتغل دايما بالسلاح دوت. السلاح دوت هو اللي يعني بقطع بيه وبشتغل بيه، بفصل بيه الشغل. هو ده يعتبر كل حاجه معايا في الشغل، هو ده سلاح عملي. وبالنسبه للمسيف دوت الاشياء مثلا بسيطه، ده مسيف بنظف بيه شغلي. والخشب بقى اللي معاك؟ وبالنسبه للخشب في حاجه اسمها خفيفه بشتغل بيها، بدق بيها الشغل. في حاجه اسمها تقيله بشتغل بيها التقيله، بخرم بيها الشغل. مسمار علام بعلم بيه الشغل. مواسير للعمل، مواسير العمل ديت يعني على حسب برضو نظام العمل اللي انا محتاج. مثلا اعمل حاجه محمله بشتغل بالمحمل، ماسوره محمله اهي. في ماسوره ضيقه بشتغل بيها، في ماسوره وسط بشتغل بيها. يعني مثلا ديت بعمل بينها قفص، مثلا قفص الفراخ، قفص العيش بشتغله بديت، هو والرقيق دوت بشتغل بيهم. ماسوره واسعه ديت للكرسي بشتغل بيها الكرسي عشان اعمل عمل محمل. في